مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أصدقاء الكتب. في هذا الفيديو سوف أشارك معكم بوك أول مشترياتي من معرض الكتاب المستعمل بالدار البيضاء. وإذا شاهدتم الفيديو السابق سوف تعرفون معلومات أكثر عن هذا المعرض. المشتريات هي كالتالي: 10 كتب، الثمن الإجمالي هو بين 130 درهم و 150 درهم، ما متذكرش لأنني مشيت له السنة الماضية. كاين الكتب عربية وكتب فرنسية وكتب إيطالية وكتاب واحد بالبرتغالية. سأبدأ بعمل عرض سريع للكتب العربية ثم الكتب الأجنبية. الكتاب الأول هو الحب في زمن الكوليرا، وهي رواية صدرت سنة 1985 باللغة الإسبانية بقلم الكاتب العالمي غابرييل غارسيا ماركيز، المعروف بروايته 100 عام من العزلة وبحصولها على جائزة نوبل للأدب. صحيح أن غابرييل غارسيا ماركيز هو كاتب كولومبي، لكن الأكاديمية الملكية الإسبانية تعتبره أهم كاتب باللغة الإسبانية بعد ميغيل دي سيرفانتيس الذي مات في القرن 17، والذي يعتبر أهم كاتب وشاعر إسباني. من خلال عنوان يظهر أنها رواية رومانسية، وهي بالفعل كذلك، لكن لن تكون طبعا رواية رومانسية مبتذلة وسخيفة مثل تلك الروايات الرومانسية المعروفة. فغابرييل غارسيا ماركيز هو روائي عالمي وصحفي وناشر وناشط سياسي له مواقف ثورية. وسوف أفتح قوس هو أنه كان ضحية للتجسس من طرف المخابرات الأمريكية تقريبا 24 سنة. هذه الرواية تروي قصة حب بين رجل وامرأة منذ مرحلة المراهقة إلى ما بعد 70 سنة. السبب اللي خلاني نبغي نقرا هذه الرواية هو أن الكاتب مشهور بزاف. بغيت نعرف علاقة الكوليرا بالحب، جاني العنوان جذاب. الشخصية الرئيسية هو عازف الكمان بحالي، بغيت نقرا عليه. في هذه الرواية هذه كاينة فكرة الحب الأبدي، لأنها سوف تصف علاقات حب طويلة الأمد منين كانوا صغار حتى كبروا. وهذه الفكرة ديال الحب الأبدي كان بغيت نقرا عليها، كتعجبني. وبغيت نقرا حتى على التطور النفسي ديال الشخصيات، وبغيت نعرف حتى الحب في زمن الشيخوخة. عادة نقرا عن الحب عند الشباب، ولكن هذه الرواية هذه سوف تتكلم عن الحب في مرحلة الشيخوخة. وأول مرة غادي نقرا على سواحل الكاريبي، يعني في هذه الرواية هذه سوف أتعرف على أماكن جديدة في أمريكا اللاتينية. وأيضا بغيت نعرف البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذه الرواية هذه، لأنها ليست رواية رومانسية 100%، وهذا اللي غادي يخليها أكثر أهمية بالنسبة لي. الكتاب الثاني هو ثلاثية غرناطة للكاتبة المصرية رضوى عاشور، وهي أيضا ناقدة أدبية وأستاذة للأدب الإنجليزي. هذه رواية تاريخية، وهي تعتبر من أهم الروايات العربية وأكثرها مبيعا. تدور أحداث هذه الرواية في مملكة غرناطة سنة 1491، يعني بعد سقوط جميع الممالك في الأندلس. سبب شرائي لهذه الرواية هو أنها رواية تاريخية بالدرجة الأولى، وأنا ما عنديش معلومات عن الأندلس، وأحب التعرف على الأندلس في قالب روائي. والحاجة المهمة في هذه الرواية هو أنها تحكي عن عائلات مسلمة تعيش في إسبانيا التي قامت بطرد اليهود والمسلمين. وبغيت نعرف كيفاش عاشوا هذه الحياة المزدوجة. ففي المنزل يتكلمون بالعربية ويصلون ويمارسون الطقوس الإسلامية، وخارج المنزل يتكلمون بالإسبانية، يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير. هذه الحياة المزدوجة بغيت نتعرف كيفاش عاشوها، وبغيت نعرف معلومات تاريخية على الأندلس. وأيضا لغة الكاتبة هي لغة أدبية وفخمة، وقريت نقد إيجابي على هذه الرواية هذه. الكتاب الثالث والرابع جوج بهم الكاتب المصري صالح مرسي، المعروف بكتب الجاسوسية والمعروف برواية رأفة الهجان التي تحولت إلى مسلسل مشهور. الرواية الثالثة هي سامية فهمي، وهي رواية اجتماعية تجسد الصراع بين العرب وإسرائيل. سامية فهمي هي فتاة حقيقية، والرواية مقتبسة من قصة واقعية لفتاة مصرية تكتشف أن خطيبها هو جاسوس لمصلحة الموساد الإسرائيلي يحاول توريطها، وهي كتعيش في صراع بين اختيار الحب أو الوطن.
الكتاب الرابع هو خطاب إلى رجل ميت، وهي مجموعة قصصية تدور حول عالم الصيادين والبحارة ومغامراتهم مع البحر. صحيح أنني أعيش في البر، لكن يثيرني كثيرا التعرف على أولئك الذين يعيشون في البحر. أكيد حياتهم مختلفة وطريقة تفكيرهم مختلفة كثيرا. سأقرأ لكم جزء من الغلاف الخلفي. ستسمع قصص تملأ أرصفة الموانئ، فلكل إنسان قصة ولكل سفينة قصص، وأحيانا تكون أغرب من الخيال. مع ابتداء رحلة السفينة تحاك الخيوط الأولى لبداية قصة جديدة. هل تعود إلى شاطئ الأمان ويحتضنها صدر الميناء؟ هل يعود البحار بسلام إلى أهاليهم؟ البحر لا يرحم، والأمواج العاتية ليس لها صديق أو خليل، ووحوش البحر تنتظر الولائم. الأستاذ صالح مرسي، وقبل أن يكتب عن البحر والبحارة، دخل عالمهم، عاش حياتهم وهمومهم، واختار لنا بعضا من قصص هذا العالم الغامض، عالم البحر. نقل لنا بكل صدق وواقعية اختلاجات النفس البشرية. اختار لنا قصصا عن الحب والبغض، الخوف والرهبة، الجرأة والإقدام والغضب. اقتحام البحر ليس بالأمر السهل، تصبح حياة الطاقم كلها في يد رجل واحد، وحياة كل رجل في يد الطاقم. هناك فقط يتعاخى الحنان والكراهية، يستعد الفرد للتضحية بحياته في سبيل إنقاذ الغير، ويتكاتف الجميع للوقوف في صراع عنيف ضد الطبيعة وغضبها والبحر وثورته. سأبدأ الآن بالكتب الأجنبية. الرواية الأولى هي بالفرنسية فرانكشتاين للكاتبة الإنجليزية ماري شيلي، كتبتها في عمر 18 سنة ونشرتها في عمر 20 سنة سنة 1818، يعني السنة القادمة 2018 سوف تحتفل بجوجد القرون على أول صدور لها. هذه الرواية هي مزيج من الخيال العلمي، الرعب، الفانتازيا والغموض، وتدور أحداثها حول شخصية فيكتور فرانكشتاين، وهو شاب سويسري يحب العلوم ويريد مساعدة الناس، ولهذا اختار دراسة الطب، لكن هو مهووس بمعرفة أصل ومصدر الحياة. ولهذا في تجربة علمية غريبة وغير تقليدية يقوم بخلق مخلوق وحشي قبيح الشكل ومخيف من جثث الموتى. صحيح أن هذه الرواية معروفة عالميا كرواية رعب وفانتازيا، لكن لها بعد فكري وفلسفي عن الجمال والقبح وعن حدود العلم. هل للعلم حدود؟ وما هي التضحيات التي يقدمها العلماء؟ هل هذه الرواية هي رواية تحذيرية عن مخاطر العلم؟ وخصوصا نحن في زمن الهندسة الوراثية، التبرع بالأعضاء، التعديل الجيني والاستنساخ. الكتاب السادس هو فهرنهايت 451 للكاتب الأمريكي راي برادبري. هي رواية خيال علمي وديستوبيا، وهي كابوس بالنسبة للقراء والكتاب، لأنها تصف نظام سياسي شمولي وديكتاتوري يقوم بغزو العالم في المستقبل، ويعتبر التلفاز دعاية سياسية له، وفي المقابل يقوم بحرق الكتب ويعتبر القراءة جريمة. كتب ريد برادبري هذه الرواية للرد على سياسي أمريكي اسمه جوزيف ماكارتي، كان معروف بمعاداة الكتاب والمثقفين، وكان يمارس الإرهاب الثقافي. قرأت بزاف ديال التعليقات تقول أن هذه الرواية ليست خيال علمي، لكنها رواية واقعية كثيرا، ولهذا أنا أريد قراءتها. وهنا في البداية شفت الثمن 64 درهم، وأنا شريتها فقط ب10 درهم من معرض الكتب المستعملة. الكتاب السابع باللغة البرتغالية، وأنا لا أتكلم البرتغالية، لكن شريته لأنني ظننت أنها إسبانية. وحينما بحثت في الأنترنت لكي أفهم مضمون الكتاب، وجدت أنه يتكون من جزئين. الجزء الأول عن الأفكار السياسية لكاموس. كاموس هو الشاعر الوطني الأول للبرتغال. والجزء الثاني عن هذا الشاعر كاموس وعن ملك البرتغال دوم سيباستيو. ووجدت معلومة غريبة قليلا عن هذا الملك، هو مات في المغرب في عمر 24 سنة، وحينما بحثت عن سبب الموت، هو مات في معركة وادي المخازن في مدينة القصر الكبير المعروفة بمعركة الملوك الثلاثة، لأنه ماتوا فيها ثلاثة ملوك، هاد دوم سيباستيو، وأيضا محمد المتوكل، والسلطان أبو مروان.
وفي هذا الوقت هذا البرتغال فقدت الملك ديالها والجيش ديالها، وإسبانيا استغلت الوضع وقامت بغزو البرتغال. الكتاب الثامن هو رواية أمريكية مترجمة للإيطالية، أبراكادابرا للكاتبة بيغ سودرلاند. ما غاديش نتكلم عليه بزاف لأنها مجرد رواية رومانسية مثل روايات أغلوكان وروايات عبير. أنا شريته فقط لأنه باللغة الإيطالية ولأن اللغة سهلة وأنا أريد التعود على القراءة بالإيطالية. خديته ب5 دراهم. الكتاب التاسع والعاشر بجوج بيهم بالإيطالية للكاتب إيطالو كالفينو الذي يعتبر من أشهر كتاب إيطاليا. هي بجوج بها كتدخل في سلسلة أسلافونا. عندي الجزء الثاني والثالث وبقى لي الجزء الأول. غادي نبدأ لكم بالباروني رامبانتي. الباروني رامبانتي نشرت لأول مرة سنة 1957 ولها جوج ترجمات باللغة العربية، البارون المعلق والبارون ساكن الأشجار. هذه الرواية تجمع بين الواقع والفانتازيا ولها بعد سياسي وتاريخي مهم جدا. تدور أحداثها حول طفل له 12 سنة يقرر أن يعيش فوق الأشجار وألا يضع قدميه فوق الأرض أبدا. بعدما مل من معاملة والديه له قرر أن يصعد فوق الشجرة وأن ينظر إلى الحياة من الفوق لكي يثبت للآخرين ما معنى الذكاء والحرية. أكيد بغيت نقرأ هذه الرواية باش نعرف في ماذا يتمثل البعد السياسي والتاريخي في هذه الرواية، وهي رواية خيالية ولمجرد فكرة أن شخص يطلع فوق شجرة وما يبغيش ينزل منها ويعيش فيها حياته كلها حتى يموت، كنظن أنها فكرة مثيرة جدا ونبغي نعرف كيفاش عاش هاد التجربة هذه. هذه الرواية حسب ما فهمت هي عن الحرية وعن التمرد ضد العادات الموروثة وعن تقبل الاختلاف والتنوع. الرواية الأخيرة هي إل كافاليري إنزيستنتي لنفس الكاتب، صدرت سنة 1959 وهي أيضا لها جوج ترجمات باللغة العربية، الفارس الخفي وفارس بلا وجود بالنسبة اللي بغى يقراوها بالعربية. هذه الرواية أيضا لها بعد فلسفي وتمزج بين الواقع والخيال والأسطورة. الشخصية الرئيسية هي فارس يجسد الفروسية والشهامة والإخلاص، وتدور أحداثها في القرون الوسطى في عهد الملك شارلمان في جو من الحروب الصليبية، وهذا الفارس يحارب لمصلحة الملك شارلمان، ولكن ما يميزه هو أنه ليس له وجود فهو مجرد سلاح. أريد أن أقرأ هذه الرواية لكي أعرف البعد الفلسفي والتاريخي فيها، وأيضا لأعرف مغامرات هذا الفارس وكيف سوف يحارب وهو ليس له وجود.